دابا هذه نشرت في واحد المعرض تابع لها الصحراء ناقصه جزء من وحدتنا الترابيه. عندي غير سؤال المسؤولين على في المغرب، هذا معرض تحت اشرافها نشرتي لي الصحراء المغربيه ما كاينش. نسولك هذاك الحقوقي محمد المديني ياك ماشي هو اللي نشر وجاك غو، علاش الدوله ما سامحتش مع القضاء المغربي بمختلف مستوياته ابتدائي واستئناف والنقل؟ يكفي هذيك الجريمة، انا ما نشرتش الصحراء المغربيه عاش الملك، لا لا، وان هذا الشيء درت شي مجرد توبه متاخره، وهذه ماشي توبه، قال لك تعتذر قال لك وتا هي اللي دارت توبه. اش الفرق بين هذه والمديني؟ هذه حتى دي وزيره خالتها في العرس. شتي من كيكون شتي الايام، دابا كنتسول القضاء المحترم اللي حكم على ذاك الراجل بعامين ونص، مغربي وعنده هو العداوه وعنده قرائن. الصحراء المغربيه كيقولها كاين قبل ما وعاش الملك، تيقول مالكنا واحد موحد، هو اللي شاد ديرو اسمح محمد الفيديو ديالو، هو اللي داير هذاك المكبر الصوت. مالكنا واحد محمد السادس. تصوروا تكون بحال هكا واحد الوقت توقف قدام القضاء المغربي، واحد الوقت توقف قدام القضاء المغربي. وهاد الايامات راه ولا هو شوفوا 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 السيد كان كيهضر على الفساد ديال العامل والفساد ديال الوالي والوزير والمراوي وكذا وكذا، وتلقى تعاطف كبير. ولا النقاش دابا عاد من ولا النقاش فتح له مع بعض الاصدقاء اللي كانوا كيدعموه، شكون اللي وراه هاد الشيء؟ هادي بغيت نوجه واحد الرساله ما غنسميش مناشده للطيبين في المغرب، رجاء انتبهوا لبعض المغرضين. راه المغرضين كاين واحد النوع ديال الناس ما عندهمش محتوى، ما عندهم ما يقولوا للمغاربه، كيبقاو عايشين عف اعراض الناس وعايشين عف سلوكه، وشي موضوع واحد كيبقاو ياكلوا فيه وكيديروا لك جزء من المغاربه، وبالنتيجه اش كيوقع؟ تيضر الجسم. دابا الصحافه كتولي سوق خاوي، الحقوق العمل الحقوقي كيولي مدنس، المحامون ما يبقاوش ياثروا كيبانوا عام مسترزقين، وكلشي كيضر. هذا الشيء اخوتي المغاربه رجاء الا ما كونوا اذكياء، راه عيبنا واحد واي انسان فيه العيب. جمعوا هاد النقاشات الخاوي، هذاك حقوقي محترم ضحى، ماشي تحول هو الى واحد ما كيراعيش ولا كذا بداو كدكدكوا فيه. وكذلك كاين قنوات عدد اللي دعماته من جمله السي محمد تحفه، دعموا وقف معه، وحتى لو وقع بيناتهم شي سوء فمن الغلط وارد، كاين ناس كيقتاتوا من داك الشيء اخوتي المغاربه، يتجمع يبان النقاش بحال العمادي. اذا هذا الملف كان فيه على الفلوس دايره، ولا الناس راه ضحات، وخصنا ننساو حنايا هذاك تحفه وننساو هذاك المديمي ونمشيو لاهم حاجه. اعطيني المراوي، الجامعه، الفساد، واعطيني البطحاوي، واعطيني العامل، هذا هو هذه فلوس المغاربه. اما المديمي راه مسكين حقوقي تحفه، راه في امريكا مع الجاليه كوكو كنلقى الخير هنا ما يخرجش. اذا ماشي هما المجرمين ولا الجنات، يقدوا يغلطوا، انا نغلط بحالهم، ماشي تما المشكله المغاربه. انتبهوا لدوك اللي كيدفعوا جدر الفران، هاد الهضره الخاويه في صافي المديمي خرج من الحبس سلا. وانا كنتوجه للسي المديمي، حاول تركز دابا، كمل في عملك الحقوقي، كمل في قضيتك، لا تل ما تدخل حتى في شي نقاش، حتى لو وقع شي وحدين كاع من محامون ولا غير محامون، وقع انسان كيحس بالظلم. انا كنقدر السي المديمي، الله يحسن العون، كيحس بنا بالغدار ولا بكذا، ربما الا كان هادشي صحيح، ولكن مني ما في اخر المطاف غتولي غتاكل غمضك الرصيد اللي تبنا، فحافظ عليه. انت انسان محترم وعز عليا، وكنعرفك اش كتسوى كيما السي محمد تحفه كذلك كنعرفو اش كيسوى ومحترم. كنتمنى هاد النقاش يحبس هنا اخوتي المغاربه. انا بالنسبه لي علاش جبت المديمي على هاد السيده؟ هي الصحراء مقسمه، وجي بعد القاضي وملي تقول لك قدام القاضي انا راه اعتذر، قول لا، كتب لها السيد القاضي حتى القاضي ديال مراكش، كتب لها وان اعتذارك فقط توبه متاخره وصل، ولكن ما غادي لهاش حيت هي ما دارتش شكايه لا بعامل لا بمراوي لا بتمشي شي واحد. منين غادي نبقاو واحد المجموعه مثلا جات ناصر تحفه ضد المديمي؟ شنو الخلاصه ديالها؟ الخلاصه ديالها او مفادها انه ولا تحفه في الواجهه، رغم ان المديمي ما عمرش بدل الاسم ديال تحفه، وبالتالي لتحفه ان يتساءل، وراني قلتها له مباشره، يتساءل على هذه المناصره، واش نابعه من صدر سمح ونابعه من سريره صادقه صافيه او لهدف معين؟
كذلك نفس الشيء بالنسبة للمديمي. ومن هنا كنطلب منهم أنا أنهم يخرجوا بجوج ويتبرؤوا من أي واحد يناصرهم بسوء نية، وأن لا أحد يستطيع أن يتكلم باسمهم. بمعنى إذا كنا أمام ناس دابا تيهضروا وتيزيدوا يخلقوا الشقاق ويزيدوا يخلقوا الفتنة، تصعوب المصالحة، يصعوب التقارب من هاد الناس ما بين هاد الناس هادو، وللأسف تحطوا في الواجهة. إذن خصهم يوعاو بأن راه ماشي من يناصرك بالدليل بالفعل أو بالقول معنى هذا أنه يناصرك في سريرة نفسه، لا، راه خلاك تبو واحد المكانة اللي جعلتك في مواجهة مع إنسان آخر، يشوفوا خلفياتها، يشوفوا العواقب ديالها، يشوفوا الأسباب ديالها. وأنا ذاك علم أخي أن هذا الشيء كله غادي يتحيل. علاش؟ لأن لا هذا لا 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 المديمي كان كيقصد تحفة مباشرة، وبالتالي منين هاد الناس بداو كيهضروا على تحفة 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 تحفة، حطوا تحفة في الواجهة وجعلوه في المواجهة مع المديمي. كذلك الناس إلا كانوا، أنا كنعرف واحد الصوت أو جوج إلا كيهضروا باسم المديمي، معنى هذا واش المديمي خول لهم؟ أنا هضرت مع المديمي قال لي لم أخول لأحد ولست قاصر على أن أي أحد يتكلم باسمي. هنا السؤال اللي كيتطرح على هاد جوج ديال الناس، طالما أنهم هما اللي في المواجهة بغض النظر على أشخاص آخرين، أنهم يتحرعوا لأن ليست كل مناصرة راه تخدم المصالح ديالهم أو كتخدم أهداف سامية نبيلة. لذلك أنا تنقول وقلتها العديد المرات، هاد الحرب الكلامية اعتبرها بمثابة حرب نووية، لن يكون فيها منتصر كلي ولن يكون فيها خاسر كلي، كل واحد عليه ما يخسر، ما له ما يخسره، فهمتني؟ كل واحد غادي يخسر في حاجة. لذلك أن من الأحسن، أعتقد من الأحسن أن الله يجازيهم بخير كل واحد فيهم، ليس فاقد الأهلية أو ناقص الأهلية، كل واحد فيهم راشد، أهل أنه يهضر بلسانه، أهل أنه يحل مواقفه، أهل أنه يعرف ما له وما عليه، أهل أنه يعرف المصلحة ديالو فين كاينة، وبالتالي أنهم يتحللوا من كل دعم قد يكون ملغوما. نعم، برافو عليك. فهمتني؟ برافو عليك السيد. يمكن الدعم يكون دعم المناصرة ملغوم، الدليل على ذلك احنا متبعين هذا الملف المديني هذه 3 سنين، دابا ولينا كنشوف واحد مجموعة من القنوات، واحد مجموعة من الناس اللي بداو ركبوا على الموجة وكيصبوا سنت على الماء بدعوى المصالحة. واش الحقيقة هي المصالحة ولا زيد تصب الزيت او البنزين على النار؟